السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة، وانا رجعت لكم ان شاء الله الفيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله اليوم غنحضر معاكم طورطة بالطنجرة، كتجي روعة ولذيذة. ولأول مرة كيشوف الفيديو ديالي يضغط على سبسكرايب ويضغط على الجرس باش ان شاء الله ديما يوصلوا الجديد ديالي. وخليكم معايا مع المقادير. ودابا ندوزو المقادير. غنحتاجو كأس من الحليب ديال العنبة، ونضيف الثاني يعني جوج كيسان ديال العنبة ديال الحليب، ونحتاجو جوج بيضات غير صفر ديال البيض، غير صفر، ونحتاج كأس من السكر ديال العنبة كأس، ونحتاج جوج معلقتين ديال النشا كبار. هذا هو الكريم اللي باش نزينو البسكوي ديال التورتة. صافي، وغنبقى نحركو بحال هكا حتى ينسجم لينا مع بعضهم. صافي، وشعلت دابا على الفرن. دابا نديرو في شعلت عليه الفرن، غنبقى نحرك بحال هكا كما كتشوفوا، بحال هكا حتى يغسل ليا، ينسجم مع بعضياتهم مع بعضهم. كما شفتوا بدا كيغسل ليا، نحركو من هنايا من الجناب باش ما يتحرقش لينا. شفتو؟ كيما شفتو وطفيت عليه. درت هنايا جوج معالق ديال الزبده، يعني الزبده البلديه ولا الزبده العاديه، جوج معالق. صافي، وفانيليا وحده باكيه، فانيليا فاني. وعندي 8 غرام ديال الشوكولات، هذا الحبيبات. الا ما كانش عندكم هاد الحبيبات يمكن لكم ديروا شوكولات عادي، يعني شوكولات عادي اللي كنصيبوا به كيكه كاكاو ولا صافي. اصلا الزبده تذوب لينا حيت باقي سخون كما كتشوفوا، نذوبو مزيان. الله، الا ما كانش عندكم هاد الحبيبات ديال الشوكولات يمكن لكم ديروا غير شوكولات كاكاو المور. وصافي، ودابا ان شاء الله نضيف عليه الكريمه. ودابا ان شاء الله نضيف الكريمه كما كتشوفوا. دابا نحيد الطراب اليدوي، نضرب الطراب الكهربائي كما كتشوفوا، نضيف الكريمه بحال هكا. ونزيد الثانية،
كما تشوفوا، ونطلب عاوتاني. صافي، ونزيد الثالثة. درت 3 المعالق ديال الكراميل، كما شفتوا. ودابا ان شاء الله غندوزو التحضير. صافي، هذه الطنجره اللي غندير فيها التورته. درت لها السلوفان كما كتشوفوا، ومن الاحسن تكون عندكم الطنجره يعني شويه غارقه، يعني ماشي بزاف، بحال هذا المقدار، هذا بحال هكا. كما كتشوفوا خديت البسكوي، خديت البسكوي ديال الشوكولا والبسكوي العادي، ورختي كيبقى لكم نتوما الا بغيتوا ديروا العادي ديروا عادي، الا بغيتوا ديروا بسكوي شوكولا وعادي ديروا. كما كتشوفوا انا احتاجيت في هذيك الطنجره كما وريتكم، احتاجيت جوج ساشيات ديال الشوكولا بسكوي، وجوج ساشيات ديال نورمال. دابا نبقى دابا الطريقه هذه كما كتشوفوا، ندير الشوكولا على البسكوي حتى نساليهم كاملين. كما شفتوا عاوتاني ندوزو هاد الطريقة هادي ديال هاد الشوكولات. بحال هكا صافي، غنبقى غادي بالطريقه هذه حتى الاخر ان شاء الله. صافي، دابا قديت البسكوي ديالي، دابا نوريكم الطريقه. ندير وحده عاديه ديال البسكوي وحده شوكولا. يعني وحده عاديه وحده ديال الشوكولا، غادي بهذه الطريقه هذه.
صافي. وانا ساليتها كمشو قديتها صافي، وندور على السلوفان. بحكم الا كنتو مزروبين وبغيتو بالزربه يعني توجدوها، يمكن لكم تخليوها ساعه ونص في الفريغو، ساعه ونص. الا ما بغيتوش يعني تخليوها حتى العشيه عاد تصايبوها، خليوها يعني عشيه كامله ماشي مشكل، حتى العشيه عاد تصايبوها. خاصة تشد راسها مزيان. صافي، ودابا نخشي انايا الفريغو، نخليها ساعة ونص وعاد نخرجها. صافي، وخرجتها من الفريغو كما شتو، وخديت الطبسيل يعني خدات حقها. صافي، ونقلبها. كما شفتوا معايا الشوكي خرجات ما شاء الله. صافي، ودابا نحيد السلوفان. نحيد السلوفان هانتوما معايا، خليكم معايا. صافي، ودابا ندير كريم الشونتيو. الا بغيتو تعرفوا كيفاش الطريقه كي تصايب كريم الشونتيو في الدار، اكتبوا لي في التعاليق ندير لكم فيديو عليه. بالنسبة أنا صيبت الكريم ديالي، درت ساشية وحده باكية فازو الساشيات مع كأس من الحليب. صافي، وطلعت الكريم ديالي. بغيتو تعرفوا الطريقة كيفاش قلت لكم البنات، كتبوا لي في الكومنتير. صافي، وبقى غادي بالطريقة هذه بحال هكا عندنا بالكريمة. ودهنتها بالكريم، ساليتها، ودابا نخشيها الثلاجة نخليها شي 10 دقائق ولا 15 دقيقة يشد راسو شي شوية وعاد نخرجو من الثلاجة. صافي، وخرجتها. ودابا نضيف على الكريم شوكولا. الا بغيتو كيفاش كيتحضر عاوتاني الكريم شوكولا حتى هو قولوا لي في الكومونتير نشاركو معاكم. مي ديجا انا راه مشاركه معكم في واحد الفيديوهات السابقين. انا فهاد الكريم هذا احتاجي 3 معالق ديال الكاكاو المر، وكاس ونص من الحليب، ومعلقه السكر. صافي، ودابا ان شاء الله عاوتاني نخشيها الثلاجه شي 5 دقائق وعاد نخرج وعاد نزينوها. خرجتها دابا من التلاجة. انا البنات انزينها بالكوك، والاختيار كيبقى لكم نتوما. باش ما بغيتو تزينوها زينوها. كنقدمها لكم الصحة والعافية وبصحتكم وراحتكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وتشاركوا في القناة لأول مرة كيشوف الفيديو. كما كتشوفوا جات روعة. قطعت لكم طرف باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك.